السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وخير. رحنا نتابع فيديو وصلوا النبي عليه الصلاه والسلام. اليوم خرجت انا وزوجي واولادي، كنت اليوم تشاركوا معايا هذه الخرجه الى مرسى تيبازا، تشوفوا معايا انواع الاسماك. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا، قبل ما نروحوا لابيشري قلت ناكلكم شويه مناظر من هنا تاع المرسى تيبازا. احنا هنا لحقنا شوي في الليل باسكو ما نسكنوش هنا بعد، نسكنوا بعيد على المرسى ب 50 كيلومتر، لحقنا مع المغرب كيما راكم تشوفوا هنايا. البنات ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. كيما راكم تشوفوا، شوفوا والله مناظر هايله، شوفوا سورتو يعني مع الليل. فوالا هذه المرسى تاع تيبازا، هذو اللي يبيعوا الكاوكاو ولاتاي والعسل وكما تعرفوا كلش هنايا. فوالا كيما راكم تشوفوا، انا هنا راني مقيمه في العاصمه مده شهر، خاطر الزوج تاعي راهو يخدم هنا في الجزائر. فوالا باش يعني كان اخرين يستغربوا يقول لكم الجبهه هنا للجزائر راهي تسكن في خنشله. بيان سور انا عندي دار هنا في خنشله وعندي دار في الجزائر. المهم البنات، هذا الحوت هذا يقول له سيبيا، احنا راني معاكم هنا في كيما نقولوا احنا هذا لا بيشري. فوالا كاين كيما راكم تشوفوا هنا كروفيت الغوج، كروفيت لو بلون، كاين الميرلون هذا الحوت كيما نقولوا احنا الروجي، عندهم الميرلون، عندهم انواع يعني الاسماك اخرين راني ما نعرفهاش وسماهم لي كيما راكم تشوفوا. عندهم لا دوغاد، عندهم السردين، وحنا من كل يعني هذه الاسماك دينا يعني رطل رطل رطل. فوالا كيما راكم تشوفوا شويه حتى يعني هنايا في لابيشري، وغالي غالي السمك عندهم كيما راكم تشوفوا هنايا. كيما قلت لكم كل حاجه دينا منها رطل رطل. فوالا هناني في الدار، ان شاء الله راح نحضر معكم سمك غدوة باذن الله، نحضروا معكم. انا شريته مغسول، غسلوه لي كيما راكم تشوفوا هنايا واجد بكل شيء يعني منظيف، غير نعاود نشلو تشليله وان شاء الله راح نحضروا معكم. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا، هذه من الطونه الكبيره دينا ترونش، وزدنا هنا الطونه الكياس الصغيره كيما راكم تشوفوا هنا. فوالا دينا من هذه ساعه ساعه ننساها البنات. هذا وين تفكرتها لا دوغاد، هذا الغوج الروجي كيما نقولوا حنا. المهم هذا السردين، انا نموت على السردين، السردين قلت له دير لي 2 كيلو تاع سردين نحبه بزاف بزاف. فوالا هذا هو الحوت تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله نعاود نغسلو كيما قلت لكم وان شاء الله نطيبو معكم. هنا كيما راكم تشوفوا انا حكمت الطونه قصيتها يعني شرحتها منا ومن هيت باش يعني تدخل هذه لا مارينات هذه تدخل فيها. انا واش حضرت هنا، حضرت الدبشه، حضرت الثوم بوكو بلوس نكثروا من الثوم البنات، درت كمون خضر، درت الهريسه ودرت الملح. فوالا ودرت شويه تاع فلفل كحل، هنا خلطتهم مع بعضهم كامل كيما راكم تشوفوا، وزدت عليها عصره نتاع القارص. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا، انا نبدا دركا نماريني الحوت نتاعي كيما راكم تشوفوا هنا، راني درت عصره نتاع القارص. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا دركا راح نماريني الحوت نتاعي. فوالا كيما تشوفوا الطونه هذه راني كيما قلت لكم حليتها باش نمارينيها مليح. انا هنا كلش راح نقليها باسكو راني كيما قلت لكم راني مقيمه جديده وما زلت مشيتش للماعن والحوايج كيما تعرفوا، راح نقلي هنايا حتى الطونه الكبيره هذه راح نقليها في المقله وتخرج يعني الطيب الطيب على الكيف. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا، انا دوكا راح نماريني كامل وان شاء الله تشوفوني كي نبدا نقلي. فوالا هنا بعد ما مارينيت الحوت نتاعي كامل كيما راكم تشوفوا،
دوكا نبدا نقلي. هنا انا بديت كيما راكم تشوفوا نبدا نقلي فيهم. هنا درت لا دوغاد الاولى ودرت الشريحه تاع الطونه الاولى باش يطيبوا لي فيساع باسكو شويه يطولوا شويه في الطياب. فوالا شوفوا كيفاش ندير بالفرشيطه باش يعني يدخلهم الطياب ليه ليه. كيما راكم تشوفوا هنايا راني بديت نطيب. هذه الطونه خليتها هي الاخر باسكو ما تحكم لي هي المقله كبيره بزاف تحكم لي المقله وحدها. هذا هو الغداء تاعنا تاع نهار اليوم. انا زدت معها السلطه هذه اللي تمشي بزاف بزاف مع الاسماك. فوالا وزدت درت بطاطا حتى هي بطاطا كوشه انا درتها في لا كوكوت كيما قلت لكم راني ما زدت ما شريتش الكويزينيير والحوايج هذو درت غير ريش وبرك. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا هو السمك تاعنا على طبق السمك. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه الطونه هذيك اللي طيبتها وحدها وشهيتكم ان شاء الله في الجنه. هذه البطاطا اللي قلت لكم انا درتها في لاكوكوت والسلطه. هذا هو غدانا تاع نهار اليوم مع طبق تاع السمك. الله الله ما عندي ما نقول لكم ان شاء الله شهيتكم في الجنه البنات. ومادام راني هنا مقيمه ان شاء الله ساعه ساعه نعطي لكم يعني بعض الاماكن نزور نكتشفوها معكم ان شاء الله. واخيرا نقول لكم بقاو على خير ان شاء الله في فيديوهات اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.